هذا اليوم الثاني، اليوم الثاني ديالنا. انت دابا باش ندخلو السوبر مارشي شحال خاصنا نشدو ديال الصف؟ هادشي غير باش ندخلو، فاش كندخلو ما كنلقاو حتى شي حاجه. هذا اليوم الثاني ديالنا تاع الحرب، مدينه خاركو بالضبط، اكاديميكا بافلوفا اللي معروفه فقط يعني بالطلاب ديال الطب وديال الصيدله وديال يعني ديال الهندسه ديال يعني المهندسين المعماريين. ها انتم حركه مشلوله، ما عندناش نصرفوا الفلوس، ما عندنا حتى شي حاجه. ها انت الا بغينا ناخذ الصف تقريبا شي شحال من واحد. والاغلبيه ديال هاد الناس هادو غير طلاب، هما مغاربه كاع، هما طلاب مغاربه. كما كتشوفوا هادي محطه المترو ستودين شي سكاي، الناس هاربين خايفين، كاين اللي بايت هنا، كاين اللي يومين هو هنايا. جميع الجنسيات، ماشي ضروري روس ولا اوكران، كاينين مغاربه، كاينين جميع الجنسيات، ناس هنود، ناس من جميع كما كتشوفوا الحركه مشلوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة شوف تيفي من أوكرانيا من خاركوف. الأوضاع كتزاد في تأزم، الأوضاع صراحة خطيرة جدا. الآن ربما تم إسقاط أو أغلب الدبابات الروسية اجتاحت كييف، كان قصف في العديد من المدن الأوكرانية من بينها مدينتي خيرسون، مدن زاباروجيا، سومي، المعارك في الشوارع. مدينة خاركوف صراحة كنسمعوا انفجارات في العديد من الأماكن. الطقس كذلك كما كتشوفوا في الصورة، تساقط للثلوج وبرد قارس. كنتمنوا على أن الأمور إن شاء الله تكون على ما يرام. وأختم هذه أو هاته المشاهد بأنقذوا مغاربة أوكرانيا، فهم بأمس الحاجة إليكم. يعني تخيل كتسمع القذائف، كتسمع على أن الناس كتموت. صراحة البارح تقريبا أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه تقريبا توفي أكثر من 137 مواطن، دمار شامل في العديد من المدن الأوكرانية. الحدود البولندية مفتوحة أمام الناس اللي باغيين يخرجوا، ولكن الإشكال هو أن أغلب المغاربة للآلاف منهم كيتواجدوا في مدينة خاركوف، ومدينة خاركوف هي مدينة بعيدة على الفوف اللي كاينة في الحدود البولندية بألف كيلومتر. يعني مغامرة كبيرة جدا أنك تسافر، وحتى ربما حاليا ما كاينش حركة السير لهاد المدن، لأن حتى المدن اللي كاينة في الطريق ربما كتلقى فيها الروس، وهنا إشكال كبير. الناس كيخافوا من القصف، كيخافوا من العديد من الأمور. الحل الوحيد هو أنهم يشوفوا الإجلاء، وكنتمنى إن شاء الله هاد الرسالة تبارطاجيوها. ما غتخسر والو، غتعاون الاخوان ديالكم هنايا باش ان المسؤولين يتحركوا. راه كل نهار كتزاد الازمه، كل نهار كيتزاد التوتر، وتمناو الخير ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو اخر وفي مباشر اخر ان شاء الله.